عبد النبي معانا. اخوك عبد النبي. اهلا وسهلا يا اخونا وحبيبنا عبد النبي، اتفضل. اهلا يا حبيب قلبي يا جمال يا حبيبي. اهلا وسهلا يا حبيبنا، اهلا وسهلا. انا عايز اقول بس الامر، عايز اوضح الامر بس. اتفضل. عايز اقول الامر واضح كالشمس، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. يا ترى بقى مين اللي هيسمع كلام النبي اللي هو لا ينطق عن الهوى ويوالي الامام علي صلوات الله وسلامه؟ ويا ترى مين اللي عايز يمشي ورا الحق ويسمع كلام النبي لانه قال الحق مع علي وعلي مع الحق يدور حيث دار؟ احسنت. يا ترى مين اللي عايز ياخد العلم من مصدره الحقيقي زي ما النبي ما قال انا مدينه العلم وعلي بابها؟ يا ترى هنلاقي فين ناس معصومين طاهرين زي الخمسه اللي نزلت فيهم الايه انما اراد الله ان يطهركم. احسنت. يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالحمد لله ان احنا عرفنا الحق على ايديكم وبهدايه الله سبحانه وتعالى. لطريق السنه النبويه الحقيقيه. انا لا اسميه تشيعا ولكن اسميه السنه النبويه الصحيحه. احسنت. الدين الاسلامي الحقيقي. والحمد لله قامت علينا بعد ما اعلنا انضمامنا لسفينه النجاه على يد مولانا الشيخ الحبيب. حرب شعواء ابتدت علينا هنا طبعا، ولكن بفضل الله وببركه آل البيت انتصرنا انتصار صاحب ما شاء الله، لدرجه الحمد لله الحمد لله. حتى الامن المصري والشرطه المصريه بفضل الله قالت لنا وقالت لنا احنا بنحميكم من اي حد يهددكم بفضل الله. ما شاء الله. حد كان يتوقع ان ده يحصل؟ يعني لا، الحمد لله بركه آل البيت ما حدش ابدا يقدر عليها. طبعا طبعا طبعا. وفي ناس كتير طبعا عرضنا عليها الموضوع واقتنعت اقتناع تام، وكانوا بيقولوا انتم مخبيين علينا ليه؟ والله يعني كان يعني بيستعجبوا ازاي المعلومات دي كانت مستخبيه علينا. فالحمد لله بتقول الحمد ايه لله للفجرين انه هدانا للطريق المستقيم. الحمد لله. بتقول ايه للفجرين اللي بيهددوا 24 ساعه في الشيعة وفي المتشيعين ومش عارف ايه من مشايخ السوء اللي موجودين، مشايخ البكري، عشان ما عندهمش حجه بس بيهددوا وهنقتلهم ومش عارف ايه؟ احنا عايزين نطمن شعب مصر النهارده انه مفيش من الكلام ده، ده كلام ومفيش منه فعل. دول ناس بيخافوا ما بيختشوش. بتقول ايه ليهم يا استاذ عبد النبي؟ والله احب اوجه لهم رساله بسيطه، كلمتين يعني موجزتين. والله يا علي لا يبغضك الا منافق ولا يواليك الا المؤمن. انا اقول عليهم انهم منافقين وليسوا مؤمنين وابناء زنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا بتحدى اي كلب من الكلاب دي يمس اي واحد شيعي في مصر طول ما احنا موجودين باذن الله. احنا هنا نعرض حمايتنا ووقوفنا اي انسان شيعي يحب مش قادر يمارس الشعائر الدينيه بتاعته ضد شيوخ الفتنه والضلال، شيوخ اخر زمن. دول احنا بنسميهم شيوخ المصلحه، دول احنا بنسميهم ابناء الزنا زي ما قال عليهم النبي. اقتنعنا خلاص بالكلام ده. دول مش مشايخ، دول مشايخ على ائمه باب جهنم، دول ائمه يدعونا الى جهنم. فاحنا بنقول لكل المصريين ما تخافوش من حد وما تخافوش من حاجه. الشرطه المصريه بتحميكوا، الامن المصري بيحميكوا، وفوق كده وكده معاكم حمايه الله ورسوله وآل بيته. واحنا مستعدين زي ما قلت لك يا اخويا جمال، واحد شيء عايش في مصر مهدد في مكانه يجي هنا، واحنا مستعدين لحمايته وتوفير لي حقه بعقيدته بحريه تامه وبدون اي مضايقه من اي كلاب الوهابيه او السلفيه او الاخوان. احسنت. مذخور لك عند الله وعند رسوله وآل البيت الاطهار وعند الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليه. ده استاذ عبد النبي دلوقتي بيعرض عليكم حمايته. اي شيعي مضطهد موجود في مصر ما عليه الا انه يتواصل معنا ان شاء الله، واستاذ عبد النبي ونوصله باستاذ عبد النبي
وأستاذ عبد النبي من عيلة معروفة وبرضو عندهم القدرة ورجالة رجالة يقدروا يوقفوا في وش يعني في وش الكافر من دول الملاعين اللي بيحرضوا على قتل الناس وبيحرضوا على هتك الناس وهتك أعراضهم. أيوة يا أستاذ عبد النبي تفضل. أخويا جمال معاك عبد النبي. أهلا يا عبد النبي. أهلا يا حبيبي. كده دايما حبيبي. عايزينك تفرحنا يا عبد النبي. توحشني كل شوية ليه كده مع إني شايفك قدام توحشني برضو. والله يا حبيبي وإنت أكتر بتوحشنا أكتر وعايزينك تفرحنا دايما دايما عايزينك تفرحنا كده. إن شاء الله كده. إن شاء الله. بس أنا عايز أقول بس للمسلمين اقترب ظهور الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. وإحنا خلاص نظرنا أنفسنا هنا في المنطقة بتاعتنا كلنا للجهاد والكفاح ورا تحت راية الإمام المهدي بإذن الله عجل الله تعالى فرجه الشريف. أحسنت. على الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. ما شاء الله ما شاء الله. أنا إحنا مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وإن شاء الله بإذن الله سيجد في مصر سيوف بطارة. بنقول للإمام المهدي سيوفك في مصر بطارة طبعاً على كل عدو من أعداء أهل البيت بإذن الله. إحنا يعني ننتظرك بالصبر فأسرع بالظهور. يا الله ليت كل الشيعة يحملون هذه النفسية مثلك يا عبد النبي. أنا بتفاخر عليك ليس فقط على البكرية، بتفاخر عليك حتى على الشيعة الذين هم من أصل شيعة. ليتهم يسمعون كلامك ويعلمون الشوق الذي في قلبك لإمامك. يا رب. عايز أبلغ أقول رسالة كمان للمسيخ الدجال والشيطان وأوليائه أبو بكر وعمر وحفصة وعيشة الملعونين الكفار المنافقين. إن سعيكم سيكون هباء بإذن الله. إن سعيكم يا أولياء الشيطان يا أئمة جهنم وصل إلى هباء. لقد كشفت الأمة لعبتكم، لقد كشفت أمة المسلمين خداعكم وغشكم أيها الملعونين الكلاب. وعندما يأتي الإمام المهدي إن شاء الله ستتعطى الانتقام منكم وبإذن الله وبإذن الله سيريكم الله ما يسرنا ويسر كل مؤمن ويشفي غليلنا بإذن الله. أيها الذين ضللتم الأمة وخنتم الإمام علي وخنتم النبي وقتلتموه وقتلتم المحسن الشهيد ابن السيدة ابن مولاتنا الزهراء. صلوات والله الله. سوف ننتقم منكم أجمعين تحت راية الإمام المهدي بإذن الله. عجل الله تعالى. أحسنت يا أستاذ عبد النبي، شرفتني ورفعت راسي النهاردة وراسي الشيعة. والله العظيم مش قادر أعبر ولا أقول ولا أوصف باتصالك ده أسعدني قد إيه وأسعد كتير دلوقتي الشيعة اللي في بيوتهم. أنا متأكد 100% أسعده بكلامك وبكلامك ووقفتك الرجولية دي، وقفة الرجالة لإخواتهم وحمايتهم من الكلاب دول، الكلاب الضالة المسعورة. الوقفة دي مكتوبة ومزخورة لك عند الله وعند رسوله وآل البيت. وأنا ببشرك بالرواية دي، الرواية ما مضمون الرواية ورد عن الأئمة الأطهار أنه المؤمن اللي زيك يا أستاذ عبد النبي أما تقوم يوم القيامة وتفتح القبور، تفتح القبور هتشوف إيه؟ هتشوف صماطين من الملائكة، صفين من الملائكة الله من شفير قبرك إلى باب الجنة يحملونك الله على الله أجنحتهم، يحملونك على أجنحتهم ويقولون لك طوباك طوباك يا أيها المتعصب للأئمة الأطهار ويا دافع الكلاب عن المؤمنين الأخيار. وحيشيلوك على أجنحتهم إلى باب الجنة، ولا حساب ولا كتاب ولا حاجة، لأنك أدخلت الهداية على الناس ودفعت عنهم ودفعت عنهم.
يعني ده المنظر ده بإذن الله هنشوفه أنا وياك والمؤمنين بإذن الله، اللي كل واحد بينشر دين محمد وآل محمد ويرتجي الهداية للناس ويبين لهم الحقائق. إحنا بس مش 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 لاقيين حد كفء يقف قدامنا راجل براجل. يعني بالنسبة للبكرية والسلفية والإخوان وكل المناهج الضلال اللي موجودة هنا، ما حدش قادر يواجهنا. إحنا نتمنى المواجهة وجاهزين ومستنيين، لكن هم جبناء، أبناء جبناء زنا، ماذا ستقول عليهم؟ يعني قال فيهم الرسول والإمام عليه إنهم أبناء زنا، وهم مرعوبين من إن الحق بينتشر. هم مرعوبين من اللي بيحصل هنا في مصر، لأن الإمام علي قال إن الإمام علي عليه الصلاة والسلام قال في إحدى الروايات بتاعته سوف يكون يعني منبر مصر، ربنا يهدي مصر إلى المذهب الحقيقي. على دي كنت يا أستاذ جمال، وإن شاء الله ممكن ربنا يهدي العالم من مصر طبعا. وإن نبضاء مصر، وإن نبضاء مصر جاهزين ومستنين الإمام المهدي في أي لحظة يجي. سوف يرى الإمام المهدي منا ما يصل بإذن الله، ويصل رسول الله وآل بيته الطاهرين بإذن الله بإذن الله. ونحن سنفعل كل ما بوسعنا، وكما قلت لك سابقا والله نظرنا أنفسنا وأبناؤنا وأهلنا وأموالنا وسيوفنا لنصرة الإمام المهدي. وقد بعنا كل شيء واشتريناك يا إمام، بعنا كل شيء من أجلك أنت يا إمام، ما شاء الله. فأستحلفك بالله أن تتعجل بالظهور من أجل أن نمحو معك تحت رايتك داب، نقطع دابر الظلم بهذه الدنيا حتى ترضخ الدنيا تحت لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله رغم أنفها على محمد. بإذن الله إلهي أمين. جزاك الله خير يا أستاذ عبد النبي، بشكرك وبشكر الأخوة اللي معاك وبهنيهم تاني على ركوب سفينة النجاة. وبإذن الله بس هستناك في برامجي بإذن الله، تتصل دايما وتبشرنا بالبشائر الحلوة دي. جزاكم الله خير الجزاء. الله يبارك فيك لك إن شاء الله كل يوم بإذن الله. بإذن الله بإذن إن شاء الله. خد بس خد الحاج منير اللي تشيع عبد كده عايز يكلمك. بس اتفضل أستاذ منير. اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا خالد. أهلا وسهلا يا حبيبي. أهلا وسهلا. تمام الحمد لله بسماع صوتكم ومعرفة أخباركم. أنا النهاردة يعني في أحسن حالاتي الحمد لله. سلمنا على الشباب اللي عندك كلهم وعلى الشيخ ياسر الحبيب. الله يسلمك من كل شر إن شاء الله، يوصل بإذن الله. بإذن الله سلام خاص مني أنا وعبد النبي وحازم وعلومة للشيخ ياسر الحبيب وللشباب اللي في القناة كلهم إن شاء الله، يوصل بإذن الله. بإذن الله يوصل. وسلام الحار ليكم وللأخوة اللي معاك ولكل عيلتكم وكل حد إن شاء الله حيركب سفينة النجاة على إيديكم بإذن الله تعالى. وأنا الحمد لله بعد ما ربنا هداني الحمد لله، ربنا فتح لي أبواب الخير، أبواب مفتحة ما شاء الله ما شاء الله. صب علي الخير صبا ما شاء الله، دي بركة أهل البيت. اللهم لك الحمد ولك الشكر. ما شاء الله، دي بركة أهل البيت ما شاء الله. ببركة سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما شاء الله. ببركة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها ما شاء الله ما شاء الله، صلوات الله وسلامه عليهم، صلوات الله صلى الله عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه. واحنا زي ما قلنا لكم قبل كده جاهزين لاي شيء، وان شاء الله نكون حاملة راية الامام المهدي باذن الله. عجل الله تعالى فرجه الشريف باذن الله. عجل تعالى الله فرجه الشريف باذن الله تعالى. ماشي يا اخوي ماشي يا اخوي. جزاكم الله خير جزاكم الله خير، اسعدتموني بالاتصال ده، وبتمنى بإذن الله أني دايما أسمع صوتكم والبشائر اللي عندكم دي، وبرضو النفسية اللي بتدوها للأخوة في مصر حتى يركبوا سفينة النجاة ويتشجعوا كده ويشجعوا قلوبهم
ويبقوا زي الرجالة دول، رجالة. ونعم ونعم الرجالة بالفعل. إمامنا محتاج لأشخاص زي دول مؤمنين، لا تأخذهم في الله لومة لائم. جزاكم الله خير.